نعود لمواصلة هذا الموعد بالشأن الصحي، حيث أشرف اليوم جمال فرار مدير الوقاية بوزارة الصحة، أشرف على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية التي ستكون على مستوى كل مصالح الصحة والمصالح القاعدية بالمجان، وتكون متوفرة أيضا على مستوى الصيادلة الخواص. التغطية كانت لهجر بولي. نقولوا بلي العام هذا ربما تكون الانفلونزا الموسميه اخطر من السنوات الماضيه، ولهذا وزاره الصحه يعني خطط تنظيم هذه الحمله اللي راح تبدا اليوم على مستوى كل مصالح الصحه والمصالح القاعدية باش يكون هذا التلقيح يعني موجود لكل مواطن، وكل مواطن على وأيضا يعني مجاني، وأيضا يكون موجود على مستوى الصيادلة الخاص الخواص، وأن يكون يعني اللقاح يعني يرمبورسي. هذا وكذا جمال فرار أن الجزائر استوردت 2.5 مليون جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث تم توزيع 2 مليون جرعة على مستوى المؤسسات القاعدية لبدء التلقيح اليوم. وزارة الصحة يعني مع باستور يعني قررت استيراد كمية اللقاح ب2.5 ملايين جرعة، وفيه يعني 2 ملايين وزعت على مستوى المؤسسات القاعدية لابتداء التلقيح يعني ابتداء من اليوم، والباقي يعني وزعت على الصيادلة الخواص لايضا اعطاء الفرصه لبعض المواطنين اللي يبغاو يعني يتلقحوا على مستوى هذه الصيادله. واضاف مدير معهد باستور فوزي درار انه تم هذه السنه استيراد اللقاح الرباعي الذي يستهدف 4 سلالات، وهو ما سيسمح بان تكون التغطيه اكثر نجاعه بالنسبة للإنفلونزا الموسمية. السنة هذه كما كالسنة تقريبا الماضية تم يعني استيراد لقاح يعني رباعي، يعني لقاح إنفلونزا الذي يستهدف 4 سلالات، وهو ما سمح لنا بأن تكون تغطية يعني أكثر نجاعة بالنسبة للإنفلونزا الموسمية. لو نقارن قبل 2018، يعني قبل 2018 كان دائما يعني احد سلالات فيروس الانفلونزا غير محميه متغطيه باللقاح، فمنذ ظهور لقاح رباعي اصبح من الممكن يعني تغطيه وحمايه ضد جميع السلالات تاع الانفلونزا الموسميه. كما أكد درار أن الجزائر هذه السنة استوردت أكبر عدد من جرعات اللقاح، ما يعتبر مكتسبا هاما بحيث تعد أول بلد إفريقيا من عدد الجرعات المستوردة. السنة كانت حوالي يعني بالضبط 2.5 مليون جرعات إنفلونزا لقاها الجزائر، وهذا يعتبر يعني مكتسب هام، لأن من ناحية الكمية الاستراتيجية الجزائر أول بلد إفريقي من حيث عدد الكميات لقاح الإنفلونزا المستورد. وشدد درار على ضرورة التحسيس بضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية هذه هي الفترة، خاصة في المستشفيات، كما اقترح أيضا حملات تحسيسية في المستشفيات. نشدد عليه خصوصا الزملاء والأشقاء الطبيين والسلك الطبي، لأن كثير من الناس المثال عندهم هو طبيب، هو الطبيب او كما نقولوا احنا نافهمي، فبالتالي هذا لازم يلعبوا دور مثالي، وكذلك كلنا نحن كلنا على جهه، ولهذا جيد ان تكون مثلا حمله تحسيسيه في المستشفيات حتى يكون الدور تاعها اكثر فعاليه.